السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم علي جمال من كورس الـ API بلارافيل، وهناخد مع بعض ان شاء الله النهاردة ازاي نعمل لوك اوت. احنا كنا خدنا ازاي نعمل ريجستر لحساب جديد في قاعدة البيانات، وعرفنا ازاي نعمل لوجين وازاي نحصل على الـ API توكن اللي هتستخدمها اذا كان في اندرويد او اي ابليكيشن اخر بيتصل بالتطبيق بتاعك كويب. هنيجي مع بعض نعمل function جديدة، نقول له public function وهنسميها log out بالشكل دوت، تمام، ونفتح القوسين الخاصين بالfunction. طيب ونعمل نروح على API route، تمام. هنيجي نعمل route جديد، نكتب route بالشكل دوت ونقطين بتوعنا وهنقول له بوست بالشكل دوت، ونفتح قوسين. واول حاجه هيبقى اليو ار ال بتاعنا هيبقى لوج اوت بالشكل دوت، وبعد كده مكان الفانكشن بتاعتي اللي انا هستخدمها او الكلاس بتاعي، تمام، هيبقى في الاي بي اي، وبعمل باك سلاش بالشكل دوت وبقول له المكان هخليه في لوجينج كنترولر اللي هو نفس المكان دوت، وهستخدم الميثود طبعا اللي هي لوج اوت اللي لسه عاملها، تمام. طيب هنيجي هنا، مفروض طبعا احط السنجل كوتيشن بالشكل دوت هنا و اكتب له لوج اوت اللي هو اسم الفانكشن، تمام، وبعد كده بعمل الفاصله المنقوطه. طيب بعد كده بروح على الفانكشن بتاعتي وابتدي اشتغل. تعالى كده قبل ما نكتب الكود نفهم نظام اللوج اوت اللي انا عايز اعمله هو عبارة عن ايه. طيب علشان اتأكد ان اليوزر عمل لوجين او لا، طبعا المفروض ان هو يبعت لي يوزر باسورد، لكن انا هنا مفروض ان اليوزر كان عامل لوجين قبل كده، ففايدة الاي بي اي توكن ان هو هيرسل لي الاي بي اي توكن، واوتوماتيك لارافيل هيبتدي يبحث على الاي بي اي توكن موجودة ولا لا. لو لقاها يبقى كده اليوزر اوكي كان عامل لوجين، ويبتدي يتعامل معاه ان هو كأنه لوجين بالظبط. فهبتدي اتحقق من الموضوع دوت عن طريق اوث، تمام، كلاس اوث، وهقول له يوزر بالشكل دوت، تمام. بعد كده اذا كان الكود اللي انا كتبته، اذا كان اليوزر عامل لوجن اوريدي، تمام، فابتدي ان انت نفذ لي الكود ده. انا عايز اعمل ايه علشان اعمل لوج اوت؟ لو رحنا لقاعدة البيانات ادام موجود اي بي اي توكن واليوزر كان حاصل عليه فهو اوريدي لوجن، اول حاجة هعملها ان انا هبتدي اشيل الاي بي اي توكن، تمام، وعشان اشيلها لازم الاول احصل على اليوزر دوت. فهبتدي اعمل يوزر، تمام، واخزن فيه بيانات اليوزر دوت اللي هو عن طريق الاوث بالشكل دوت، تمام، واقول يوزر بالشكل دوت، تمام. فكده وصلت لليوزر بتاعي وخزنته في الاوبجكت اللي هو اليوزر، تمام. وبعد كده هقول له يوزر و API underscore token اللي هو العمود بتاعي بالشكل دوت هيساوي null. يعني ايه الكلام دوت؟ انا هنا وصلت لليوزر وخزنته في الاوبجكت اللي هو اليوزر، وقلت له هات لي من اليوزر دوت او اوصل لل API token اللي هو هنا، تمام، الحقل ده، وخليه لي null يعني فاضي، تمام. وعلشان اعمل الابديت دوت فهقول له يوزر سيف بالشكل دوت، تمام. كده المفروض ان هو كده خلاص هيحذف الاي بي اي توكن وكده عمل لوج اوت. طب انا نفترض ان انا عايز اظهر له رساله، تمام، عندي في الاي بي اي اوريدي بيبقى في عندي الكود وعندي المسج. يعني ايه؟ يعني لما السيرفر بيرد على الريكوست اللي جاي له، تمام، بيبتدي يظهر له مسج، انا اقدر احط المسج ديت،
طب اقدر احط المسج زي مثلا نفترض ان انا عايز اقول له في المسج ديت اوريدي ان انت عملت خلاص لوج اوت، فهاجي هنا هقول له ريتيرن هيرجع لي الفانكشن ديت ريسبونس بالشكل دوت، والرساله انا عايز استدعي الجيسون عشان الرساله عباره عن جيسون، والجيسون بتبقى عباره عن array بالشكل دوت. تعال كده لو لاحظت لما انا جيت عملت الجيسون او استدعيت الجيسون، بص كده معايا هتلاقي ان هو هنا بيقول لي ايه، بيقول لي ان انت الداتا بتاعتك هي عباره عن array اللي انا ادخلها دلوقتي، والستاتس بتاعتها اللي هي 200 اللي هو حاله السيرفر، يعني اوريدي خلاص ان حصل الريكوست بتاعي. طيب الداتا بتاعتي انا هاجي هنا هقول له مسج، هكتب له مسج بالشكل دوت، والقيمه اللي داخل المسج ديت هتبقى الثانك يو مثلا، اقول له مثلا ثانك يو فور يوزنج اور ابلكيشن خلاص. طب ده في حاله ان فعلا عملت لوج اوت. طيب في حاله اخرى مثلا لو حصل اي ايرور، فهاجي هقول له هنا ده دوت اف اذا كان مثلا اليوزر اوريدي كان عامل لوجن واليوزر موجود. طب لو ارسل لي اي بيانات اخرى مثلا بيانات اليوزر غلط او ايا كان، فهبتدي اكتب له برضو ريتيرن ريسبونس والجيسون، وهنا هقول له هستدعي او هبعت له الاوبجكت دوت الكي بتاعه اللي هو الايرور، هقول له انيبل تو لوج اوت يوزر، والكود الخاص ب اللي هو 401 تمام، والحاله تبقى 401. تعال نجرب الكلام دوت. انا مثلا عندي يوزر هنا مثلا كنت عامله اللي هو الي، والايميل بتاعه الي at gmail.com، فهروح اعمل بوست جديد واقول له 17 هو نفس متهيألي اليو ار ال دوت، ولكن هنا هيبقى لوج اوت بالشكل دوت تمام. وعندي هنا الكي هقول له الاي بي اي بالشكل دوت، وهكتب له الاي بي اي اللي انا كنت حصلت عليها من اللوجن اللي قبله اللي هو هنا، مش هو الاي بي اي توكن اللي حصلت عليه، فهاجي ابعته له المره دي مع الريكوست دوت سوري تمام، واعمل سند. فطبعا هنا هيقول لك unable to log out user. ليه قال لي الكلام دوت؟ لو لاحظت ان انا قلت له هنا في اللوج اوت، جيت هنا قلت له ان لو اليوزر ما عملش او الاي بي اي توكن مش موجود تمام عندي في قاعده البيانات، فاقول له ان ايرور واظهر له الرساله دي. طب هو اوريدي انا عندي دلوقتي الاي بي اي توكن موجوده في قاعده البيانات. لو رجعنا في اللارافيل هتلاقي في اي بي اي مفروض ان انا هنا هنستخدم حاجه جديده وهي الحمايه وهي الميدل وير، والميدل وير بيوفر لي صلاحيات اذا كان مثلا يوزر او ادمن او ايا كان، انا اقدر استخدم الميدل وير في الحمايه. فهنا في البوست هقول له ان هنا بيستخدم الميدل وير الخاص بالاي بي اي بتاعي، هقول له ميدل وير بالشكل دوت. بعد كده هفتح السنجل كوتيشن بتاعي وهحدد له الميدل وير بتاعي. الميدل وير بتاعي اللي هو في اوث تمام، وهستخدم منه الاي بي اي بالشكل دوت. بعد كده اعمل الارو بتاعي بحيث اشير الى البوست الخاص بالراوت بتاعي، وتعالى نروح نعمل سند مرة اخرى. هتلاقي thank you for using application. ايه اللي حصل معايا؟ نروح على قاعدة البيانات، هنا كان في اي بي اي توكن، نعمل ريفرش نروح هو اوريدي كده الفانكشن بتاعتي اشتغلت، ولكن ما حذفش الاي بي اي توكن. تعالى كده نتأكد بس اليوزر اي بي اي توكن بيساوي null،
تمام. هنا ناقص في السيف بس القوسين الخاصين بدالة سيف. تمام، تعال نروح نعمل سند مرة أخرى. قال لي thank you for using application. نعمل refresh، هتلاقي الـ API token بقت null فاضية. دي الجزئية كده. لو أنا طبعا عايز أعمل أخش مرة أخرى فبلوجن مرة أخرى، وأنا طبعا هنا في الراوت الخاص باللوجن واداني الـ API token بالشكل دوت. هروح هنا وأغير الـ API token اللي هو هتلاقيه برضو هنا. لو عملت ريفريش في قاعدة البيانات هتلاقي الـ API token جديد. تمام، هنروح نعمل send، هتلاقي قال لي thank you for using application. هنروح هنا نعمل ريفريش، هتلاقي ان حذف الـ API token كده، عمل log out من الـ application. تمام، تعال كده نراجع ايه اللي حصل معايا في الكود. اول حاجة استخدمنا زي ما قلت لك الحماية الخاصة باللارافيل وهي الميدل وير، والميدل وير هو عايز احمي مثلا اجزاء معينة من الابليكيشن بتاعتي او الراوت بتاعي، فبستخدم الميدل وير. وهنا الاوث هو خاص بالاي بي اي. جاب منين الكلام ده؟ تعال نروح على الكونفج والاوث. طيب عندي هنا هتلاقي الجاردز، تمام، عندي ويب واي بي اي. هنا الجارد الخاص بالويب وهو السيشن، تمام، للبروفايدر اللي هو اليوزرز اللي هو هنا الجدول بتاعي، تمام، اللي هو اليوزرز. وعندي هنا الاي بي اي نفس الموضوع، ولكن هنا ما بيستخدمش السيشن لانه مش ويب، بيستخدم التوكن. طيب وهنا طبعا جدول اليوزر، وعندي البروفايدرز بتاعتي بعرفها وهو الموديول بتاعي وهو عبارة عن جدول اليوزرز بتاعي. تمام، طبعا لو عايز اضيف اكتر من بروفايدر وده خليه في درس اخر خاص بالحماية ونقدر نظبطها مع بعض، بس انا بوريها لك بحيث تبقى فاهم ايه الاوث اللي احنا كنا بنتكلم عليه وليه اخترنا اي بي اي. طيب بعد كده عملنا الراوت بتاعنا اللي هو اللوج اوت، تمام، واستخدمنا فانكشن لوج اوت اللي هي داخل اللوجين كنترولر اللي احنا عملناها. بعد كده قلنا له اف اوث، تمام، عشان يتحقق ان هو عمل لوجين الاول، تمام، عن طريق الاي بي اي توكن زي ما ارسلناها له. بعد كده جاب لي اليوزر وحافظه في الاوبجكت اللي هو اليوزر. قلنا له هات لي الاي بي اي توكن اللي هو في الجدول الخاص باليوزر، تمام. بعد كده خليه لي نول. ولو لاحظت ان حصلت مشكله معانا ان احنا هنا لو ما عملناش سيف فمش هينفذ الامر دوت، تمام. وبعد كده قلنا له رجع لي رساله بالجيسون thank you for using application. طيب لو اليوزر ما كانش اوريدي عندي في قاعده البيانات، يعني ما لقيناش الاي بي اي توكن في العمود الخاص بالاي بي اي توكن، يبقى اليوزر دوت مش موجود، فبقول له unable to log out user، بديله الكود الخاص ب 401. تمام، ده كان درس النهارده في كيفيه عمل لوج اوت. معنى كده تقدر ان انت تحمي مثلا بعض الراوتس بالميدل وير. لو مثلا عندي بوستس معينه ما اقدرش يستخدمها او يتعامل معاها في الراوت بتاعها غير يوزر عامل لوجن، فاقدر احطها تحت الميدل وير للاي بي اي. تمام، كده وصلنا لاخر الحلقه. فكرك تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وعمل شير عشان غيرك يستفاد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.